في إطار الجهود المتواصلة لمحاربة الجريمة المنظمة، تمكنت فرقة الأمن والتحرير للدرك الوطني ببطيوة من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة تنشط عبر عدد من الولايات مختصة في تهريب المخدرات على درجة من الخطورة تهدد الاقتصاد الوطني والصحة العمومية. هذه العملية النوعية جاءت على إثر استغلال معلومات أمنية تحصل عليها أفراد فرقة الأمن والتحرير ببطيوة تفيد بمحاولة تمرير شحنة من المخدرات على متن جرار طريقي، ليتم على الفور تكثيف التحريات ووضع خطة محكمة أفضت إلى توقيف الجرار الطريقي وسائقه وحجز كمية معتبرة من المخدرات كانت مخبأة بإحكام أسفل المقطورة. بعد مواصلة التحقيق وتنشيط عنصر الاستعلامات تم الوصول إلى باقي أفراد الشبكة. أسفرت العملية عن توقيف 7 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 26 و 41 سنة، من بينهم 3 مسبوقين قضائيا، حجز 2 قنطار و 25 كيلوغرام من الكيف المعالج والتي تبلغ قيمتها المالية 11 مليار و 260 مليون سنتيم، حجز مبلغ مالي قدره 37500 دينار جزائري، حجز جرار طريقي و5 هواتف نقالة، حجز وثائق إدارية مزورة. سوف يتم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة أرزيو فور استكمال التحقيق تبعا لجناية الحيازة والنقل والتخزين والشراء قصد البيع لمواد مخدرة ضمن جماعة إجرامية منظمة عابرة الحدود، التهريب على درجة من الخطورة باستعمال وسيلة نقل، تبييض الأموال، تزوير المركبات والوثائق الإدارية.